كنت بجاوب على السيدة الكريمة المتواضعة المحترمة اللي كانت بتقول إن أنا مش جميلة وخايفة إن أنا لو أدعي بالزوج الصالح يكون في ظلم ليه، وكنت بقول لحضرتك إن الجمال جمال الروح، وإن أهالينا قالوا لنا إن كل حد في الدنيا ليه نصه التاني اللي بيدور عليه، يقول لك كل فولة ولها كيال، يعني كل واحد في الدنيا مهما كانت صفاته هتلاقي حد بيدور عليه. وكنت بقول لحضرتك، بس الظاهر ان اللايف قطع، بقول لحضرتك ان اجمل الناس في الدنيا وجها لو كشر بقى شكله وحش جدا، واكثر من يظن ان شكله مش حلو ابتسامته بتخليه جذاب جدا. فيمكن يكون روحك المتواضعة اللي سألتي بيها السؤال ده ونفسك الجميلة اللي سألتي بيها السؤال ده، ربنا يرزقك بإنسان يقدرك ويرحمك ويحسسك انك انت جميلة الجميلات، وبطريقة السؤال ده ان شاء الله ربنا يكرمك بإنسان كريم زي حضرتك ما كريمة متواضعة كده. اخر سؤال جاوبت عليه وما طلعش في اللايف، هو المصحف الملون حرام ولا لا؟ اسأله دار الافتاء، وانا حابب يكون في تواصل بينكم يا شباب بين دار الافتاء، حابب ان ظهركم يسند على دار الافتاء، مليانة علماء متخصصين. وخسارة ان احنا يبقى عندنا في بلدنا دار ممتلئة بالعلماء، وكمان علماء عندهم فقه للواقع للعلوم الحديثة، تسألوا على البيتكوين، تسألوا على مش عارف أي حاجة جديدة هتلاقيه عارف وعنده فهم ثاقب وعنده مزج ما بين العلوم التراثية وما بين فقه الواقع. فاسألوا دار الإفتاء 107، تتصل بالتليفون أو تبعت على الموقع عندهم، وعندهم يعني كم كبير جدا من العلماء اللي تخليه في ظهرك وانت ماشي في رحلة الحياة تسأله في الحرام والحلال. يلا اشوفكم على خير، سيبكم تصلوا الوتر وتتسحروا، كل سنه وانتم طيبين، تنسوش تتابعوا حائر على اون اي، ورمضان كريم، سلام عليكم يا رب.